بالكتاب المقدس منشوف في عوارض كثيرة للأشخاص الملبوسة بالأرواح الشريرة المضروبة ضربة شيطانية. أولا على الصعيد الشخصي منشوف أنه في مواصفات كثيرة. الشخص اللي يضرب ضربة شيطانية بيفقد الوعي، بيفقد الحس والتمييز، يعني بالعربي منقول ما عندوش قلب. هذا الشخص يفقد السيطرة على الإرادة. فإذا اللي بيتحكم في هذا الشخص وفي إرادة هذا الشخص هي قوة أخرى، كما أن الإنسان الذي يشرب الخمر مثلا ويصل إلى حالة السكر، يعني يفقد الوعي ويفقد التوازن وبيفقد السيطرة على إرادته، بصير يعمل أمور لا تليق وأمور طبعا صعبة جدا، شخصيته بتتغير وبتتحول إلى شخص آخر. يعني كتير مرات بيكون الشخص بدل ما يكون إنسان بيتحول إلى حيوان هائج جدا بسبب اللمسة أو الضربة الشيطانية اللي بتحل على هذا الإنسان. وهذه الضربات طبعا بسبب الأعمال السحرية، بسبب اللعنات المتوارثة، وبسبب الاستسلام لعادي قبيحة، عادي ردية اللي بيستسلم لإلها. وفي ناس اللي بتعمل معاهدة مع الشيطان، عهد دم، لدرجة إنه بيسلموا إرادتهم وحياتهم للشيطان.